ماما شفتي الجاكيت البيج الشتوية تبعي؟ وزعتها حبيبتي لمين لبنت جيراننا اللي بتدرس معك، اللي دايما معدلاتها متفوقة، مو نفسك انتي بس تعرفي اكل ونوم وجوال، على الاقل هي تستفاد احسن. اها لبنت جيران. طيب شفتي ساعتي من الصبح وانا بدور عليها ما لقيتها؟ هي كمان وزعتها. هي كمان وزعتيها؟ اصلا يمكن تشوفي الساعة من جوالك. طيب ماما الساعة مو نفس التليفون. يلا خلاص حبيبتي اعتبريها صدقة، هي كمان تستحق وتستاهل. طيب ماما انت دايما تسوي اللي في راسك واللي بدك اياه. خلص ماما انا بشوف الساعة من جوالي. بس فين جوالي؟ جوالك كمان تبرعت فيه لبنت الجيران، تستحق انها تصور اللوح او تبعث مذكرات وكذا. يس تستحقه عشان تدرس فيه. طيب وانا شو، انا مزهرية في البيت؟ طيب وين الميكروويف؟ كنت بسخن الفطور تبعي. وزعته. واللابتوب؟ وزعته. والحمام؟ وزعته. وسريري؟ وزعته. سيارتي؟ وزعتها. طيب فين الصالون؟ كمان وزعته. طيب انا وين اروح اذا كل شيء في البيت انت دبرات فيه؟ ما تاكلي هم حبيبتي، انت كمان وزعتك. شو ما تخافي، الجماعة كثير طيبين. هذه هي بنتك صح؟ ايه هذه هي. ماما صدقة صدقة.